وعشان نتاكد من صحه كلامنا هواند اللي قالت ان النهارده هي البدايه الرسميه لموسم الخريف، قلنا نتاكد بقى من المصدر الرئيسي المنبع المنطقي بتاعنا، دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. كل استاذ كريم واستاذنا هواند اهلا بيكم يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اولا لاحظنا كده تغيير في المسمى الوظيفي فنقول مبروك ولا دي تهيؤات؟ الله يبارك في حضرتك. مش كده برضو؟ في ترقيه ما حصلت يعني. ترقيه. مليون مبروك يا فندم عن جداره واستحقاق، حضرتك تستحق كل خير الحقيقه. اولا سعداء بوجود حضرتك معانا بعد فتره كنت غايب عننا، وعايزين بقى نعرف من حضرتك حاله الطقس المتوقعه الفتره دي. كنا بنقول الهواند كانت بتقول من شويه ان النهارده فعلا هي البدايه الفعليه لموسم الخريف. بالفعل طبعا النهارده البدايه الجغرافيه والحقيقيه لفصل الخريف اللي بيستمر معانا 3 شهور، بيبدا من النهارده 4/22 سبتمبر ويستمر معانا لغايه ان شاء الله 21 ديسمبر مع بدايات فصل الشتاء. طبعا خلال ال3 شهور دول عشان هو فصل انتقالي من الصيف للشتاء، ففصل الخريف بالفعل بيكون فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، بنلاقي تغيرات كتير في فصل الخريف، ايام كثيره بتكون فيها تقلبات جويه وحالات من عدم الاستقرار، موسم بدايه موسم الامطار الحقيقيه على جمهوريه مصر العربيه، وبتصل الامطار احيانا في بعض الحالات لحد السيول على المناطق الجبليه سواء في سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب مصر. بدايات فصل الخريف الحمد لله بادئ النهارده لسه في الى حد ما اول يوم بيميل شويه لدرجات الحراره بتاعت فصل الصيف، ولكن ان شاء الله هنستشعر انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره الايام اللي جايه، خاصه طبعا بدايه من يوم الجمعه. بكره في انخفاض في الحراره بس هنستشعره اكتر بكره بالليل والجمعه ان شاء الله، مع بدايه كمان لفرص وظهور سقوط امطار هتكون على السواحل الشماليه والوجه البحري. هتكون بكره اخر النهار على بالليل كده تبدا فرص الامطار، الامطار من خفيفه المتوسطه هتكون غير مؤثره برضو على الانشطه اليوميه، ولكن لا يعني حتى لو هتاثر. والله يا دكتور محمود احنا حابين ده جدا. حضرتك شفت يعني خدت بالك انا سعيده جدا، رسمت السعاده على وش نهواند بكلامك عن الامطار يا فندم حضرتك. قاعده سعيده جدا. طبعا جدا. الحمد لله والله. لا بجد يعني حقيقي فصل الشتاء كده الروح بترجع، يعني الواحد بيعرف يتنفس، جو جميل، يعني بردنا نتدفى، مش لازم بقى لو في فرق. لا في فرق يا دكتور محمد. الهواء طبعا الهواء مختلف. وحضرتك بتحب الصيف ولا الشتاء فعلا؟ إيه لا انا معروف انا ما بحبش الشتاء يعني. كلام محترم. اصبحنا رابطه في محبي وعشاء الشتاء. الهواء نفسه بيبقى مختلف يعني. يعني سكان القاهره اعتقد من السكان اللي بيفضلوا فصل الشتاء عن فصل الصيف طبعا. الزحمه اللي في القاهره صحيح. والعوادم السيارات والتلوث في القاهره، الامطار الى حد كبير بتنقي وتنظف الهواء من كل ده. عشان كده الناس الى حد كبير بتحب امطار فصل الشتاء يعني. احنا بنقول ان القاهره ممكن تشهد بعض من فرص الامطار الخفيفه في حركه المنخفض الجوي من الجمعه من الخميس بالليل للجمعه الصبح، حاجه كده على بعض مناطق من القاهره ممكن تمتد زي ما قلت لحضراتكم من فرص الامطار، ولكنها تكون خفيفه ان شاء الله برضو، ممكن تكون غير محسوسه لدى الكثير من السكان لانها مش هتبقى في معظم مناطق القاهره. جميل جدا. الف مبروك مبروك يا دكتور محمود علينا، كل سنه واحنا جميعا بجد بخير وان شاء الله يعني يعدي على خير بس الله. ويعدي اهم حاجه موسم الخريف وموسم الشتاء بدون اي خسائر في الارواح ان شاء الله، او خسائر مع سقوط الامطار في بعض الاحيان اللي بتكون غزيره بالفعل باذن الرحمن. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود شاهين، نورتنا كالعاده، اهلا بيك صباح الفل على حضرتك.